عامل الحلواني عندي لاما كولين، لاما عنده سرعات كويسه، عنده مهاره، انما ما ظهرش النهارده الكلام ده من لاما كولين. لسه قدام منطقه الجزاء بسيوني بيحاول يشتغل فرد تمريره في منتهى الخطوره، عاشور عاشور جوه ال 18 رجع اللعيبه خطيره، جول جول جول، الهدف الاول للشامي. هنشوف الشامي ولا علي عيد. 1-0 مع الدقيقه 28، هدف لام بمنتهى الجمال والروعه، بداوها من وسط الملعب محمد بسيوني ويحطها الراجل ايه طلقه في المقص ليه احمد عادل عبد المنعم، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. 1 لام مع الدقيقه 28، والتقدم عن طريق محمد الشامي اللي قلت لعيب صغير عنده الجرأة والخطورة ان هو يتحرك قدام ال 18، انما تمريرة بينية في منتهى الجمال لصلاح عاشور ضربوا بيها المناطق الدفاعية، وقف عليها كويس قوي وبص واستنى وادي الشامي اللي حطها بشماله. يا ولد يا لعيب، هدف في منتهى الجمال والروعة لمحمد الشامي اللي سجل هدف في الدوري مع باله حلوة، ممكن العرضية خطيرة خطيرة، مش ممكن، جول 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 يا ولد يا مؤمن يا زكريا، ايه يا ابني الجمال ده حطها ايه يا ولد يا ولد يا ولد. انما مؤمن زكريا يستلم واحدة والراجل من زاوية ضيقة، مش ممكن، فتحت كل الابواب وهدف للنادي الاهلي مع الدقيقة 82، ترجمة منطقية للسيطرة الاهلوية مؤمن زكريا. انما احمد فتحي هنشوف الهجمة من اولها اللي غير شكل الاداء تماما بعد نزوله في منطقة وسط الملعب. هدف لمؤمن زكريا اللي بيسجل للمرة الثالثة في انبي خلال موسم واحد، مرتين في الدوري دور اول ودور تاني، والنهاردة كأن شفرة التهديف مع مؤمن زكريا في فرقته القديمة بيسجل مع الدقيقة 82. 1-1 ادي اللعبة من اولها عمرو جمال، والانطلاقة اللي عملها فتحي يا ولد يا لعيب، ومؤمن زكريا بص شوف مؤمن بيعمل ايه، حلوة 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 من هنا للصبح. مؤمن في سقف الشبكة عشان يعيد الاحمر مرة تانية لأحداث اللقاء بهدف غالي جدا مع اخر 8-9 دقايق. هنشوف 8 دقايق في منتهى الاثارة، وقت لا عودة لكلا الفريقين. لو اتعادل الفريقين في نص ساعة على شوطين وقت إضافي، لائحة البطولة من دور الثمانية، وإنبي على فكرة كان لعب لقاءين في دور الستاشر ودور الثمانية، لعب 120 دقيقة. هدف الثاني سعد سمير، سعد سعد يحيى سعد، كل جماهير الأهلوية هيقولوا سعد سعد يحيى سعد. الأهلي يعود من جديد بهدفين في أقل من دقيقتين، مؤمن زكريا وسعد الدين سمير القايم بدور البطولة في بطولة الكاس بعد هدف أمام سموحة يوصلهم للدور نصف نهائي. سعد سمير بيسجل الهدف الثاني، مش ممكن، مدافع النادي الأهلي بيتقمصوا أدوار البطولة، رامي ربيعة في دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، وسعد سمير في بطولة كاس عبور لاند بيسجل مرتين، مرة أمام الفريق السكندري والنهاردة قدام البترولي. لا لا لا، اتغير اللقاء واتغيرت المعالم تماما. تعبوا لعيبة إنبي، عملوا مباراة جيدة بكل أمانة النهاردة، دفعوا وادي سعد سمير بدماغه. يا سلام يا سعد، ايه يا ابن الجمال ده، بص شوف سعد بيعمل ايه، ومعلول بعرضياته البلسم يعمل عرضية منتهى الجمال. مكسب كبير علي معلول، سعد سمير رجوعه واللي إصابة أحمد حجازي رجعته.